مساء النور والبركة، النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق. الأسير الشهيد ناصر أبو حميد. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين، استشهاد الأسير ناصر أبو حميد بسبب الإهمال الطبي. مارينكا في قبضة موسكو، معارك عنيفة في دونيتسك وروسيا تتقدم في الميدان. تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ، استهدف نقاطا في محيط دمشق وأسقطت عدد من الصواريخ المعادية. وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 12:30 فجرا نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبرية، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها. وأضاف المصدر إن العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح وبعض الخسائر المادية. قصف جيش الاحتلال قرية طوبل في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة بقذائف المدفعية. يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بالمدفعية الثقيلة منطقة تل تمر بالريف الشمالي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية. منذ عودة الحديث عن عملية عسكرية تركية محتملة في الشمال السوري، عادت الأرتال العسكرية التابعة للجيش العربي السوري للتوجه إلى الشمال، وسط حديث وسائل إعلام مقربة منه عن مزيد من الانتشار لصد أي تحرك تركي في المنطقة. ونشرت حسابات إخبارية تسجيلات مصورة تظهر معدات عسكرية وآليات قالت إنها متجهة لتعزيز المواقع العسكرية السورية عند خطوط التماس، خاصة في مدينة منبج شرقية حلب. حسب وسائل إعلام تتبع للمجموعات الإرهابية المسلحة، فقد صعدت هيئة تحرير الشام جبهة النصرة اعتداءاتها ضد مواقع الجيش العربي السوري في ريفي إدلب واللاذقية في ظل استمرار التوتر بينها وبين الفيلق الثالث على جبهة ريف حلب الشمالية. ونفذت الهيئة هجوما وصفته بالانغماسي ضد موقع للجيش السوري على جبهة قرية الأربيخ بشرقي بلدة تفتناز في ريف إدلب، حيث دارت اشتباكات بينها وبين عناصر الجيش السوري استمرت نحو ساعة أدت إلى مقتل اثنين من المهاجمين وانسحاب المجموعة المهاجمة. وقالت مصادر ميدانية غير رسمية إن المجموعة المهاجمة تقدمت عبر المحور بعد تجاوزها نقطة للجيش التركي وبالتنسيق معه، وذلك بالتزامن مع قصف صاروخي نفذته جبهة النصرة على بلدة دادخ جنوبية سراقب وآخر على جبهة ريف اللاذقية الشمالية. كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن إسرائيل قتلت 222 فلسطينيا هذا العام، بينما أقر ما يسمى حرس الحدود في الكيان الصهيوني بقتل 50 فلسطينيا واعتقال 4000 آخرين. وقال الشيخ إن هذا العام يعد من أكثر الأعوام دموية، فمنذ بدايته نفذ المستوطنون أكثر من 1340 اعتداء، مشيرا إلى أن هذه أعلى نسبة منذ 7 سنوات على الأقل.
استشهد الأسير الفلسطيني المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن نادي الأسير الفلسطيني قوله في بيان اليوم إن الاحتلال قتل أبو حميد البالغ من العمر 50 عاما في إطار مسار سياسة الاحتلال الطويلة بالقتل البطيء والمماطلة المتعمدة في متابعة وضع أبو حميد الصحي وتشخيصه المتأخر بالسرطان رغم الأعراض الخطيرة التي كانت ظاهرة عليه حين كان يقبع في معتقل عسقلان. وأشار النادي إلى أنه باستشهاد أبو حميد يرتفع عدد الشهداء الأسرى إلى 233 شهيدا منذ العام 1967، منهم 74 استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. ونسب لكم خبر استشهاد القائد الأسير الشهيد ناصر أبو حميد. وفي الوصية التي تناقلتها وسائل الإعلام بعد استشهاده قال أبو حميد: أنا ذاهب إلى نهاية الطريق مطمئنا واثقا بأنني أترك خلفي شعبا عظيما لن ينسى قضيتي وقضية الأسرى. في نهاية الطريق أودع شعبا بطلا لألتحق بقافلة شهداء فلسطين، وجزء كبير منهم هم رفاق دربي وأنا سعيد بلقائهم. واليوم أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية الإضراب الشامل في مدن وبلدات الضفة الغربية حدادا على روح الشهيد أبو حميد وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. أصيب عشرات الفلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول ومخيم العروب واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق. واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا على الفلسطينيين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وحاصرت منزل الأسير المحرر عياد الهريمي بمدينة بيت لحم واقتحمته وعاثت فيه فسادا. كشفت تقارير من إعلام العدو تزايدا في حالات العنف داخل كيان الاحتلال، إذ أظهر تقرير صادر عن شرطة الاحتلال أن مظاهر العنف الأسري والجسدي والتربوي تزايدت بنسبة 42% عن العام السابق 2021. تواصل حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة محاولاتها غض الطرف عن مظاهر تفشي جرائم العنف داخل المستوطنات. الخلل الأمني يتدحرج يوما بعد يوم، في إشارة إلى عدم قدرة الأجهزة الأمنية على إخفاء العنف المرتبط بجذور الحركة الصهيونية. الأسبوع الماضي كان الأعنف في الداخل الصهيوني، تظاهرات وإغلاق طرقات ورشق للشرطة جاء على خلفية اعتقال أحد الشبان بعد إضرامه النار بمتجر للهواتف. ما زالت تتوالى التقارير التي تتحدث عن تفوق 2022 في مستوى العنف على سابقه في كل مناطق الكيان. معطيات جديدة نشرها إعلام العدو تظهر ارتفاعا دراماتيكيا بنسبة 42% في عدد الجرائم التي وقعت في مؤسسات تربوية، إضافة إلى اعتداءات على مشاف وجرائم عنف أسري. ازدياد الحالات دفع بعدد من المسؤولين الصهاينة لإطلاق مواقف تحذر من خطورة هذا الأمر،
حيث اعتبر الرئيس الصهيوني إسحاق هيرتسوغ أن الكيان يعيش أياما وصفها بالمعقدة ومهددة بالتمزق وإشعال العنف العبثي. وزير الأمن الداخلي تطرق بدوره إلى انقسام يحدث داخل الكنيست بين مدافع عن الجرائم التي ترتكبها الشرائح مثل الحريديم، محذرا من خطورة أي عنف صادر عن أي شريحة داخل المجتمع الصهيوني باعتبار أن هناك شرائح معينة لا تعترف ببساطة لا بإسرائيل ولا بقوانينها. أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن تدريبات التعاون البحري الروسية الصينية للعام الحالي تؤكد على قدرة وتصميم البلدين على الرد المشترك والتصدي لتهديدات الأمن البحري والحفاظ على الاستقرار والسلام الدولي والإقليمي. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن التدريبات التي تمتد في الفترة ما بين 21 و27 من كانون الأول الجاري تهدف أيضا إلى تعميق وتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجيتين بين روسيا والصين في العصر الجديد. فندى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزاعم تخطيط روسيا لضم بيلاروس، مؤكدا أن موسكو لا تسعى لذلك وأن هذه المزاعم تندرج في محاولات الخصوم لعرقلة تكامل البلدين ضمن اتحاد روسيا وبيلاروس. وقال بوتين في أعقاب لقائه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك: ليس لدى روسيا أي اهتمام بضم أحد، هذا غير مجد اليوم. ليست لدى روسيا أي مصلحة في استحواذ أي دولة، لا جدوى في ذلك. لقد تحدثنا اليوم بهذا الخصوص، وهناك مسألة حساسة جدا متعلقة بصياغة الأسعار في مجال الطاقة والتسعير في هذا المجال، فإن لقاءنا اليوم كان لقاء مفصلا بهذا الخصوص، ولا يكمن الحديث في استحواذ من قبل روسيا لأحد ما، بل يدور الحديث حول ضرورة اعتماد على مبادئ عادلة في مجال التسعير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن قواتها قضت على المئات من الجنود الأوكران وثلاث مجموعات تخريبية في لوغانسك، وأسقطت ثلاث مقاتلات أوكرانية من طرازي ميك 29 وسو 25 ومروحيتي مي 8. وأضاف بيان الوزارة إنه في اتجاه كوبيانسك بمنطقة خاركوف تم القضاء على نحو 30 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات وثلاث مجموعات تخريب واستطلاع للقوات الأوكرانية والقضاء على 50 جنديا أوكرانيا ومدرعتين قتاليتين وثلاث شاحنات صغيرة، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة وقصف 64 وحدة مدفعية ومراكز تجمع قوى بشرية ومعدات عسكرية في 143 منطقة. وأوضح البيان أنه في اتجاه دونياتسك تم تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير 4 مركبات قتال للمشاة ومركبتين عسكريتين. نجاح السيطرة على مارينكا، المقر الأكثر تحصينا للقوات الأوكرانية، يعزز التموضع الروسي للقيام بمزيد من التقدم في اتجاه دونباس وصولا لتحريره بالكامل، ويجعله أكثر صمودا لتجاوز فصل الشتاء من دون مفاجآت. قد يكون الحدث الأبرز في الأسابيع والأيام القليلة المتبقية من هذا العام هو السير في اتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية، بدءاً من جنوب غرب مناطقها وانتهاءً بضواحيها الشمالية. تنجح القوات الروسية في السيطرة على مارينكا، المقر الأكثر تحصيناً للقوات الأوكرانية، ما يعزز التموضع الروسي للقيام بمزيد من التقدم في اتجاه دونباس وصولاً لتحريره بالكامل، ويجعله أكثر صموداً لتجاوز فصل الشتاء من دون مفاجآت. مارينكا
المقر الأساسي الأكثر تحصيناً للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية باتت في قبضة القوات الروسية. معركة مارينكا حسمت بعدما اخترقت القوات الروسية خطوط الدفاعات الأوكرانية الأساسية في المدينة وتوغلت من عدة اتجاهات، مقطعة أوصال تموضع القوات الأوكرانية إلى جيوب منفصلة بعضها عن بعض يجري تطهيرها، وذلك بعد أسابيع من المعارك الضارية. كما تمكنت قوات التدخل الخاصة بدعم من المدفعية وسلاح الجو والقوات الروسية من السيطرة أخيراً على آخر النقاط المحصنة جنوب وسط المدينة. هذه المناورة ووضعية الانتشار الروسية منعت حصول أي احتمال لهجمات أوكرانية مضادة، ما يعني أنه بعد تطهير المدينة الذي سيستغرق عدة أيام، مارينكا ستصبح بكاملها تحت سيطرة القوات الروسية ومؤمنة ضد أي هجوم مضاد من الغرب، ليأتي بعدها دور الهجوم على كراسناغوروفكا الواقعة إلى الشمال من مارينكا، ويصبح استئناف الهجوم على أوغليدار أكثر سهولة. نجاح السيطرة على مارينكا يمهد لمصير مواجهتين مقبلتين. لهذا السبب بذلت القوات الأوكرانية كل جهودها لإعاقة ومنع تلك السيطرة الروسية على المدينة، ولكن بشكل عام القوات الروسية والشعبية ما زالت تحقق تقدماً ملموساً على محاور اتجاه جنوب غرب دونباس. ويبدو أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغرفة عمليات قيادة العملية العسكرية مؤخراً كان لها تأثير على سير وعزيمة المعارك، ووضع بوتين على ما يبدو سقفاً زمنياً لتنفيذ المهام المطلوبة قبل نهاية العام الحالي. وأولى المهمات المحققة كانت سيطرة القوات الروسية والشعبية على مارينكا. اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ودول الغرب يحاولون تبرير تنصل واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران وانسحابها منه عام 2018. قرابة عام من المد والجزر وأشهر من التوقف أحياناً شهدها ملف الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن، مناورات طويلة النفس أكثر ما يميز مسار الاتفاق لعام 2022، اتجاه ضاقت به واشنطن ذرعاً، فأي وسيلة للضغط ممكنة؟ أعمال شغب يتخللها مشاهد متعمدة وصلت إلى حد استهداف قوى الأمن لتكون المهمة الأساسية لأعداء إيران الضغط على خلفية مفاوضات فيينا، بالتزامن مع فرض أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية. كل هذا وطهران تصر أن القرار سياسي أمريكي لا أوروبي. إيران تنتظر إن كان الأمريكيون سيعودون إلى الاتفاق النووي. المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية إشارة إلى إمكان وجود حل، لكن القرار سياسي. طهران قالتها مراراً لا استئناف للمفاوضات تحت الضغط والتهديد، كما أنها لن تقدم تنازلات. وبما أن التحركات الممنهجة لإشعال الفتنة في الداخل الإيراني تجيز سؤال من المستفيد، يأتي الجواب غير مستغرب ولا بجديد. الأوضاع التي تمر بها إيران فرصة يجب استغلالها في الضغط عليها للتوصل إلى اتفاق نووي جديد ومعدل. مع بدء أعمال الشغب في إيران بدأ أن جهود الاتفاق النووي باتت في حالة ركود، كما وبدا أن لواشنطن انشغالاً داخلياً واقتصادياً أهم، لكن تحركاتها الخفية والعلنية تدل أن الاتفاق مع إيران وإن خفت بريقه وابتعد عن جدول أعمالها إلا أنه استراتيجية لا يمكن تجاوزها. أما الآن مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وسارة قداح. مساء الخير سارة. مساء النور رفاق. شكراً. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الاقتصادية، والبداية مع العناوين. في جلسته الأسبوعية مجلس الوزراء يناقش مقترحات اللجان الوزارية المعنية بنسب توزيع المازوت على القطاعات المختلفة. رغم انتقادات الأوروبيين، ألمانيا وفرنسا تعدان خطة للرد على برنامج خفض التضخم الأمريكي.
أهلا بكم. ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية مقترحات اللجان الوزارية المعنية بشأن نسب توزيع مادة المازوت على القطاعات المختلفة وتأمين احتياجاتها وزيادة مخصصات المشافي في القطاعين العام والخاص والنقل الجماعي من المحروقات، مع إعطاء الأولوية في التوزع مع بدء الانفراجات في الفترة القريبة المقبلة لمازوت التدفئة. وأكد المجلس على متابعة عمل لجان المحروقات في المحافظات وتطبيق أقصى العقوبات بحق المتاجرين بالمواد المدعومة، وتم تكليف شركة محروقات بالإسراع في أتمتة توزيع المازوت الزراعي بموجب البطاقة الإلكترونية وتطبيق مشروع الجي بي إس على الآليات في المحافظات كافة. هذا وكلف المجلس الوزارات المعنية مراجعة قائمة السلع التصديرية في الرزنامة الزراعية وتحديد الأولويات بالنسبة للمواد المستوردة ودراسة الجدوى الاقتصادية لنقل الحمضيات من محافظتي اللاذقية وطرطوس إلى المنطقة الوسطى ودمشق عبر القطارات. وناقش مشروع قانون قطع الحسابات الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 ومشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2014 المتعلق بدخول وإقامة العرب والأجانب. كما ناقش مشروع الصك التشريعي المتضمن زيادة التعويضات المالية للعاملين المكلفين بأعمال امتحانات الشهادات العامة في وزارة التربية. قالت مديرة الشركات والمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية المهندسة ميادة أحمد إن عدد المناطق الصناعية والحرفية الجاري تتبعها في جميع المحافظات السورية بلغ 167 منطقة صناعية وحرفية بكلفة تقديرية تتجاوز 107 مليارات ليرة سورية حتى تاريخه، وإن عدد المقاسم الصناعية والحرفية في هذه المناطق قد وصل إلى حوالي 75 ألف مقسم. وأشارت إلى أنه تم إحداث 18 منطقة صناعية وحرفية في المحافظات السورية منذ عام 2016 وحتى العام الحالي، وهي موزعة إلى 5 مقاسم في كل من حمص وريف دمشق ومقسمين في كل من اللاذقية وطرطوس وحما ومقسم واحد في كل من درعا والقنيطرة. كما أشارت إلى أن أهم التسهيلات المقدمة هو برنامج إحلال بدائل المستوردات، وهو ما يؤدي إلى زيادة القدرة للاعتماد على الذات في ظل الحصار المفروض من خلال عدد من الاعتبارات عند تخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وتأجيل المطالبة بتسديد الدفعة الأولى لحين بدء المشروع بالعمل، كما تم تمديد استيفاء الأقساط لتصبح على مدى 20 عاماً. أكد المدير العام للمؤسسة العامة للدواجن الدكتور سامي أبو الدان أن المؤسسة بدأت باستثمار السلفة المالية الممنوحة لها من الحكومة بقيمة 8 مليارات ليرة سورية بهدف تأمين مستلزمات زيادة الطاقة الإنتاجية والتدخل الإيجابي في الأسواق من خلال الإسهام بتوفير الفروج والبيض بأسعار مناسبة وتأمين المواد العلفية وضمان استمرار الدورات الإنتاجية وزيادة الإنتاج من مادتي البيض والفروج. وعن منعكسات السلفة الممنوحة أضاف أبو الدان أنه تم البدء باستثمار السلفة الممنوحة وفق الخطة الموضوعة، حيث تم تأمين قطيع أمات بياض لمنشأة دواجن حمص، إضافة إلى تأمين قطيع أمات فروج لمنشأة دواجن صيدناية. كما تم البدء بتربية قطعان الفروج في منشأة حمص اللاذقية حلب، إضافة لذلك تم توفير السيولة النقدية لدى المنشآت ينعكس إيجابا على عملها. بلغت قيمة التعويضات المالية من الدفعة الثالثة والأخيرة التي صرفتها مديرية الزراعة للمتضررين من الحرائق في العام 2020 حتى نهاية الأسبوع الماضي 7,831 مليون ليرة سورية، تم توزيعها على
17,660 مزارعاً متضرراً. وأكد مدير الزراعة المهندس باسم دوبة أن عملية صرف مستحقات الدفعة الثالثة والأخيرة للمتضررين من الحرائق التي حدثت في تشرين الأول من العام 2020 بدأت في 13 من الشهر الماضي، وشملت حتى الآن 115 قرية في جميع مناطق المحافظة. وبين المهندس دوبة أن المديرية مستمرة بصرف التعويضات على أن تنتهي منها نهاية الأسبوع الحالي، لافتا إلى أن المبلغ المتبقي يقارب مليار ليرة سورية سيتم توزيعه للمستفيدين في 4 قرى وتنتهي بموجبها عملية صرف التعويضات المالية. وأوضح أن إجمالي تعويضات الدفعة الثالثة والأخيرة يبلغ نحو 8,840,000,000 ليرة سورية بعد زيادة قيمتها بنسبة 38% بناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء. قال نيكولاي توكاريف رئيس شركة ترانس نفت في مقابلة تلفزيونية إن هذه المؤسسة استلمت طلبات من بولندا وألمانيا لضخ النفط في كانون الأول ديسمبر وخلال عام 2023. وذكر رئيس الشركة المختصة في نقل النفط الخام أن بولندا وألمانيا أرسلتا هذه الطلبات على الرغم من الحديث عن عدم الرغبة في مواصلة استجرار النفط الروسي. بعد مناكفة عدة، توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي حول سقف موحد لسعر الغاز يتم العمل به إن زادت أسعار الغاز عالمياً عن 180 يورو لكل ميجاوات ساعة، في خطوة مشابهة للقرار الذي فرضه الاتحاد سابقاً لتحديد سقف لسعر النفط الروسي عند سعر 60 دولاراً للبرميل، في خطوة قد يكون لها تأثير كبير على أسواق الطاقة. تمكنا من التوصل إلى اتفاق مهم للغاية بشأن سقف أسعار الغاز، وبالتالي سيكون لدى أوروبا مجموعة من الإجراءات لمساعدتها على الاستعداد لفصل الشتاء المقبل وحماية المواطنين والشركات من التقلبات الشديدة في الأسعار. لقد ضمنت رئاستنا وحدة الصف حتى في هذه القضية المعقدة. محاولات لتوحيد الصف الأوروبي مزقها القرار الذي أبرز حدة الانقسام في الاتحاد بعدما صوتت المجر ضده لتمتنع كل من النمسا وهولندا عن التصويت، لكن الانقسام بلغ أشده بعدما طلبت بولندا وألمانيا من شركة ترانس نفط ضخ النفط للبلاد خلال العام 2023 رغم وجود حظر على ذلك. الانقسامات تعدت الحكومات لتطال الشركات أيضا، فشركة النفط والغاز الأمريكية شيفرون لا ترى بديلاً عن أنابيب بحر قزوين لضخ النفط من كازاخستان عبر روسيا التي لم تتضرر خلال الحرب. وكما هي الحال مع النفط الروسي، توعدت موسكو برد ملائم على هذا الانتهاك للأسواق في إشارة لعدم بيع الغاز للدول التي ستحدد سعر شرائه. لكن المفوضية الأوروبية ومن وجهة نظرها ترى أن القرار يصب في إطار آلية تصحيح السوق، في حين تؤكد موسكو أن المبادرة تتناقض مع قواعد السوق وستؤدي إلى تدهورها. قد تكون هناك أفكار مجنونة متباينة في هذا المجال، فهذه بالتأكيد إجراءات لا يمكن اعتبارها أفكاراً سوقية. هذه أدوات مضادة للسوق في رأيي، سيؤدي كل ذلك إلى عواقب سيئة مثل تدهور الأسواق وانتهاك القانون الدولي. تدور الكفة لتعود إلى واشنطن المستفيد الأكبر من إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، وذلك لإضعاف روسيا ودفع أوروبا إلى اتباع سياسات العمسام. فبعد الانجرار إلى الصراع الروسي الأوكراني والاضطرار إلى التعامل مع التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، أدرك الأوروبيون أنهم وقعوا في فخ الولايات المتحدة التي يجني منتجو النفط فيها أكثر من 200 مليار دولار من الأرباح منذ بداية الأزمة الأوكرانية. فهل يكون قرار سقف أسعار الغاز أداة نجاة القارة العجوز من برد الشتاء القارس هذا العام؟ أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة الرئيسة في الصين دون تغيير للشهر الثالث على التوالي في ظل تراجع قيمة اليوان أمام الدولار مما يحد من مساحة الحركة أمام السياسة النقدية. كذلك أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة دون تغيير مع تمديد العمل بسعر العائد المستهدف على السندات الحكومية العشرية اليابانية. وارتفع سعر صرف الين بشكل حاد مقابل الدولار بعد رفع بنك اليابان
تضمن الحد الأعلى لنسبة الفائدة على القروض طويلة الأجل من 0.25 إلى 0.5%. تصر ألمانيا وفرنسا على تحسين وضع المنتجات الأوروبية في قانون مكافحة التضخم الأمريكي المثير للجدل، حيث نشرت في بروكسل خطة بهذا الخصوص أعدها وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ونظيره الفرنسي برونو لومير. وتتضمن الخطة تصورات لرد أوروبي على البرنامج الأمريكي، وينص البرنامج على ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مجال حماية المناخ وقصر الإعانات والإعفاءات الضريبية على الشركات التي تستخدم منتجات أمريكية أو الشركات التي تقوم بالإنتاج في الولايات المتحدة. وقد قوبل البرنامج بكثير من الانتقاد في أوروبا، حيث يتخوف الأوروبيون من حدوث أضرار لشركاتهم المحلية. ختام الاقتصادية، شكرا للمتابعة وعودة إلى سياق النشرة مع الزميلة وفاء. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا. أهلا بكم. لم تؤدي تجربة الاعتماد على القطار في التنقل بين مدينة اللاذقية وريفها دورها كاملا، بالنظر إلى كونها حلا إسعافيا جيدا لأزمة النقل والتي تستمر حتى وقتنا هذا، بالتزامن مع قلة المحروقات وشبه انقطاع في سير وسائل النقل العامة. لربما كان القطار هو الحل الأمثل لترويض أزمة النقل في محافظة اللاذقية، ولكن الحل هذا محدود حسب مسار سكته، فالريف ما زال يعاني كما يفيد المشهد. أبي سير بالمرة نركض مغرب ومشرق حتى يجينا سرفي. شو إلك ناطر هون؟ والله شي ساعة ما في سرافيس؟ لا لسه. أكثر ما بيمشي للتنتين ونص أو تنتين وعشرة، يعني مثلا لو في على 12 والتنتين ونص ثلاثة بيكون لسه أفضل. يعني بدنا زيادة رحلات، يعني 8 وثلث وتسعة وسبعة وثلث، بعض الظهر كمان نفس الشيء، في رحلة واحدة وثلث لغوة مفروض ترجع واحدة وثلث، تنتين ونص، ثلاثة ونص، يعني ما في سرافيس، ما يريح المواطن كثير. هي أول مرة بطلع بالقطار واضطريت أطلع بالقطار، كتر خيرهم إنه في رحلة، لأنه أنا ناطرة من الصبح إنه حتى يجي مخصصات للسرافيس وما في، يعني أنا بعت مرتين على الكراج قالوا لي ولا سرفيس، رغم إنه يوم السبت المفروض يكون نص مخصصات على حسب ما بعرف، فأنا جاي من بانياس وعطلت مثل ما بيقولوا أولادي وهلا راجعة كمان على بانياس. ما في سرافيس فاضطريت أنا أطلع بالقطار. ولعل تسيير القطار الإسعافي هو حل، ولا سيما إذا رافقته باصات النقل الداخلي التي من شأنها أن تخفف الازدحامات الخانقة. صار أحسن من أي سرفيس، لأنه شيء بيمشي على الوقت على المحدد وبيخلص لنا الأزمة إن شاء الله. مريح، وتانيا يعني الإجرة كمان كتير كتير رخيصة. ما ضل عنا وسيلة غير القطار هذا، منروح على الكراج ساعتين ثلاثة ما منطلع. بجوز هلا القطار بهالوقت بيمرق، بس بعدين ما بيمرق، هلا بجوز يكون مناسب لألي مثلا، بس في عالم موظفين هلا أنا مضطر أترك ساعتين ثلاثة من شغلي بسبب المواصلات. بالنسبة للموظفين كويس ممتاز، بالنسبة لطلاب الجامعة في يعني نحن هلا في ناس تطلع الساعة 5 في ناس تطلع الساعة 6، هلا الطلاب اللي عندهم عملي أحياناً ما بيطلعوا للساعة 6، السرافيس ساعتين ثلاثة ما عاد تشوف ولا سرفيس. ريحونا كثير بالرحلة، يعني توقيتها ممتاز كثير، يعني والسرافيس ما فيه وأزمة سير معروفة يعني بالبلد. حلول على السكة الصحيحة ولكنها بحاجة إلى تعزيز، فالآلاف المتدفقة من القرى إلى مراكز المدن والمحافظة في ازدياد وليست في نقصان، هو أمر يتطلب من المعنيين المتابعة أكثر والمراقبة. من اللاذقية باسم عباس، قناة سما الفضائية. وبقي مشاهدينا التذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق. أنا
الأسير الشهيد ناصر أبو حميد. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين. استشهاد الأسير ناصر أبو حميد بسبب الإهمال الطبي. مارينكا في قبضة موسكو، معارك عنيفة في دونيتسك وروسيا تتقدم في الميدان. ختام هذه النشرة، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.